عبارة عن المكونات دي مش هتلاقيها بتطلع بره المكونات دي. أول حاجة الباور كومبوننت اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية، الراو وإيه؟ والديش يونت أو الديش أنتنة، تمام؟ دول الباور كومبوننت، دول اللي بيتحطوا على الباور. الحاجة التانية الكيبلز، الكابلات، أهمهم كابل الأي إف كيبل اللي بيوصل الباور كومبوننت دي مع الإندور يونت. في كيبلز تانية هتستخدم، في كيبلز تانية هتستخدم في المايكروويف كومبوننت، بس خليها دلوقتي لما يجي معاها، تمام؟ أهم كيبلز أو أهم كابل في الكابلات دي هو الأي إف كيبل. طب الإندور يونت، آدي مكونات أي إندور يونت عشان تشتغل محتاجة هذه المكونات. تعالوا نتعرف على المكونات دي، واعتبر إن السلايد دي اللي قدامك تقدر تطبقها على أي نوع مايكرويف مش على الإريكسون فقط. أول حاجة الباك بلين، مجموعة الكروت الإلكترونية دي، تمام؟ بتحتاج إن حاجة تتحط فيه، يعني حاوية ليهم، تمام؟ لازم يتحط جواها مجموعة الكروت الإلكترونية اللي بتقوم بشوية وظائف زي ما احنا هنعرف. فالمجموعة دي عشان يشوفوا بعض وعشان يتجمعوا مع بعض، تمام؟ اسمهم باك بلين، خلاص؟ ويطلق عليها مجازينا، يعني هي مجازين طبعا، ماشي؟ بس احنا في المجال انا دايما بحب ادي المصطلحات بتاع المجال عشان ما تستغربش، يقول لك ايه المجازينا، تمام؟ ودي بتجمع بقى الكروت الالكترونيه دي مع بعض، وبتدخل يعني الكروت بتدخل جواها وبتربطهم وبتخليهم يشوفوا بعض ويتعرفوا على بعض عن طريق الباك بلين، تمام؟ اللي هي حته كده من ورا، خلاص؟ يعني مدخل كده بيركبوا فيه فيقدروا يشوفوا مع بعض. تعال ادي لك معلومه جميله على الباك بلين، واقول لك على التطور اللي حصل في مجال الاتصالات على قصه الباك بلين. زمان كان في انواع مايكروويف كلها باك بلين، يعني ما كانتش مجموعه من الكروت الالكترونيه، هي كانت عباره عن كارت الكتروني واحد. طيب لما كانت كارت الكتروني واحد، لو كان عطل فيها جزء مش كارت طبعا، لان هي كلها على بعض خلاص واحده. الكلام ده انا هعيده تاني دلوقتي ان شاء الله لما نيجي في الاريكسون، ما تقلقوش يعني. بس اللي عايز اوصله لك التطور اللي حصل بقى، لما كانت المايكرويف دي كارت الكتروني واحد مش مجموعه من الكروت، لو كان عطل فيها جزء ولو جزء بسيط كانت لازم كلها تتغير. كوست عالي طبعا ووقت وحوارات كبيره، لكن الجديد المجازين الجديده اللي هي بتقبل اكتر من كارت دي، لو الكارت ده عطل غير الكارت ده، لو الكارت ده عطل غير الكارت ده، مش هتغيرها كلها غير تحت يعني ظروف معينة، ظروف سيئة جدا، تمام؟ بس في الغالب ما بتحصلش، يعني في الغالب هو الكارت اللي بيتغير، مش بتغير المجازينة ككل. طب حلو قوي، دي الباك بلين يا عم، شكرا. طب حاجة تانية لازم في الدور، حاجة اسمها الفان كارد، مجموعة الكروت الإلكترونية دي اللي بتدخل جوه المجازين، دي كروت إلكترونية فيها إلكترونيك كومبوننت. الالكترونيك كومبوننت دي احنا كمهندسين اتصالات والكترونيات عارفين ان هي بتسخن جدا 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 مع الرننج، يعني طول ما هي شغاله بتسخن، فحتى التهويه اللي موجوده في الموقع لا تكفيها، يعني الموقع بيحتوي واحنا عارفين ان بيحتوي على تكييف، الكباين بتحتوي على تكييف صغير او على مراوح. طبعا حتى ده ما بيقدرش ان هو يوفر التهويه اللازمه للكروت دي، لان هي بتبقى داخله جوه المجازينه، فبالتالي التهويه برضو او التكييف بتاع الموقع او بتاع الكابينه ما بيبقاش وصلها كويس. فلازم ولا بد وحتما يبقى في حاجه اسمها فان كارد او فان يونت مع المجازينه او مع الباك بلين دي، عشان يوفر التهويه بشكل مباشر للكروت الالكترونيه دي. طب كارت المروحه ده انت بتفكره كارت وخلاص؟ لا، ده خلي بالك ده فيه سنسور وحساسات، يعني فيه سنسورز اللي هي الحساسات، وفي موتور جواه، وفي كارت فيه مروحتين، وفي كارت فيه ثلاث مراوح، تمام؟ وبيشتغل وبيفصل على حسب درجه حراره الايه؟ الاندور يونت او المجازين. ما تفكرش مثلا ان هو ايه؟ ان هو حاجه تكميليه، ان هو حاجه بتاخد باور وتفضل شغاله وخلاص، لا. ده بيشتغل على اسس،
واحيانا تلاقي موديل فيه مروحه 2 يونت وفي مروحه 3 يونت، يعني ثلاث مراوح جنب بعض، مروحتين جنب بعض، مروحه واحده كبيره. خلاص كل نوع وبيبقى ليه شكل المروحه. خلي بالك المروحه دي من اهميتها، لو عطلت طبعا هي بتتغير، بس لو عطلت ممكن توقف لك كل الميكرويف. شفت لدرجه ايه؟ درجه حراره زادت، سخونيه زادت، توقف الميكرويف. انت تعرف ان الفان يونت دي كمان في الصيانات الدوريه اللي مطلوبه للموقع، مطلوب من تيم الصيانه الدوريه البريفنتيف مينتنس البي ام ان يفك المروحه دي وينظفها من الاتربه. شفت لدرجه ايه؟ شفت مهمه لدرجه ايه؟ هي كارت من الكروت اللي بتتحط في الاندور يونت، ولكن مهم جدا وما تستهونش بيه. ولو عطل تمام يوقف لك ممكن المجازينه كلها لو درجه الحراره مش كويسه. طب حلو قوي، في ايه تاني؟ في كروت ايه تاني؟ الكنترول كارد. الكارت ده هو المخ بتاع المنظومه دي كلها. الكنترول كارد، الكارت الكنترول ده جزء لا يتجزأ من اي مايكروبيوم، وده المتحكم في المنظومه كلها، ده البيك بوس بتاع المنظومه كلها. تمام، ده بتاع البروسيسنج، ده اللي واخد الكونفيجريشن بتاع المايكرويف. تمام، ده اللي هو باختصار كده، يعني انا دايما بقول معرف الكروت على بعضيها، يعني هو ده الاساس. ماشي، لو من غير المخ ده المايكرويف ما تشتغلش. هو المخ، في بني ادم هيعيش من غير مخ؟ في حاجه هتعيش من غير مخ؟ تمام، الكنترول كارد ده احيانا كمان بيحتوي على اللي هو اماكن الاي 1، الاي 1 دي اللي هي التويستد بير كيبل اللي بيستخدم في الربط ما بين المايكرويف وما بين البي تي اس. تمام، فهو احيانا كارت الكنترول ده كمان بيحتوي على الاي 1، يعني انا مش محتاج كارت اساسا لاي 1. تمام، وهوصل على الكنترول كارد ده على طول. احيانا في كنترول كارد بيبقى فيها كارت زي الميموري، يعني اللي هو ايه، بس دي حاجات قديمه يعني مش موجوده دلوقتي، بس حتى لو في الكارت ده هتلاقيها في الكنترول كارد. لو انت عايز تعمل صيانه او تدخل تشوف الالارم لوج بتاع الميكروويف او الالارمات اللي حصلت على الميكروويف في فتره زمنيه معينه، تمام، هو الكنترول كارد ده. انا هدخل على المخ، انا زي ما بيقول عشان اقراك يقول لك دخلني جوه عقلك، ما انا عشان ادخل جوه عقلك هدخل عليه، هدخل على الكنترول كارد ده. تمام، يبقى الكنترول كارد ده زي ما احنا اتكلمنا، ده بيجمع الالارمز، ياخد الكونفيجريشن، احيانا بيبقى فيه اي 1 اللي بتوصل مع البي تي اس. تمام، لو انا عايز اعمل صيانه عن طريق اللابتوب بدخل عليه، تمام، عشان اطلع الالارمات واطلع الكلام ده كله بدخل عليه هو. ده الكنترول كارد. الباور كارد، بص تطور الباور ده تطور جميل جدا. تعالوا كده هنحكي شويه في قصه الباور ده يا جماعه، مش هنعديها وخلاص، لان الباور ده يعني خد تطور حلو قوي. في الاول لما كانت المجازين عباره عن كارت واحد، كان الباور بيدخل عليها مباشر من الريكتفاير خلاص وبيغذيها وخلصنا على كده. تمام، هو هي كارت واحد، فخلاص هو داخل لها باور وهو مغذيها وخلاص. التطورات بقى اللي حصلت في كارت الباور، المجازين دلوقتي بقت ممكن تحتوي على كارت باور واحد، يعني هو واخد اهو باور مين باور، تمام، ورايح على كارت الباور ده، وكارت الباور ده مشكوره، تمام، هو اللي بيوزع الباور لباقي الكروت اللي موجوده في المجازين زي ما احنا هنشوف بعد شويه، اللي هو الكنترول كارد والفان كارد والكلام ده كله. هو الكارت الباور هو اللي هيوزع الباور للكلام ده كله. شويه شويه تطور كارت الباور ده وبقى فيه كمان حمايات، يعني بقى فيه فيوز، بقى فيه فلترنج للباور. تمام، الموضوع ما بقاش مقتصر على انه اساس كارت باور واخد باور وبس وخلاص. طب ايه التطورات الثانيه اللي حصلت؟ التطورات الثانيه اللي حصلت ان كارت الباور اللي هو بقى واحد ده بقى اثنين. واحد مين؟ واحد كمان ستاند باي باور. الله، طب عمل ليه الطريقه دي او عمل ليه القصه دي؟ قال لك يا عم اصل لو كارت الباور ده فصل الستاند باي يدخل يغذي هو المجازين وكروت المجازين والمايكرويف بتاعتي شغاله زي الفل لحد ما بغير الكارت اللي حصل فيه مشكله دي. ده تطور كبير،
تطور ما كناش لامسينه زمان. انا بحكي لك من ايام، انا على ايام انا لما بدات في المجال كان ما فيش حاجه اسمها ترانسميشن كروت اصلا، يعني كانت كله اللي هو النوع ده اللي هو بياخد دايركت وهو كارت واحد، ولو حصل فيه اي مشكله فيه بنغيره كله وخلصنا على كده. طيب في باور كارد، او في يعني انا قلت لك دلوقتي على التوصيل المباشر وقلت لك عن نيمو ستاند باي. تعال اقول لك على طريقه تانية دلوقتي ابتدوا يروحوها، هي يعني او يعملوها في المواقع السوبر نودل او المواقع المهمه جدا، يحطوا كارتين باور ويحطوا المين على ريكتفاير ويحطوا الستاند باي على ريكتفاير تاني خالص. انا بقول لك خلي بالك على الحمايات اللي بتتعمل على الباور، الكلام ده يعني كلام براكتيكال وكلام موجود على ارض الواقع مش هتلاقي اي حد يقوله، تمام؟ طب ايه فكره ان المين على ريكتفاير والستاند باي على ريكتفاير تاني خالص؟ قال لك عشان لو المين ده حصل فيه مشكله او حتى الريكتفاير ده حصل فيه مشكله انا في الامان. الستاند باي شغال على ريكتفاير تاني خالص، شغال لوحده خالص، مش هيتاثر بالمشكله اللي حصلت في ده. فدي حمايه تاني اكبر واكبر. طب ايه الاختلاف ما بينها وما بين اللي احنا قلناها من شويه المين والستاند باي؟ اقول لك انا، المين والستاند باي كانوا على نفس الريكتفاير، يعني لو الريكتفاير ده حصل له مشكله حتى لو الكروت سليمه بالسلامه المايكرويف. لكن دي ادتني حمايه مزدوجه، ان لو الريكتفاير ده حصل له مشكله انا عندي ريكتفاير تاني شغال وشغال على كارت تاني لوحدي والدنيا زي الفل. فده الاختلاف ما بين ان انت تحط المين والستاند باي على نفس الريكتفاير وتحط المين والستاند باي كل واحده منهم على ريكتفاير. الكارت اللي بيبقى موجود في الاندور، تمام، حاجه اسمه الانترفيس كارد. الانترفيس كارد ده البي تي اس بتوصل مع الاندور يونت عن طريق كابل اسمه كابل الاي 1، تمام؟ هي في الغالب بتروح على الانترفيس كارد. الانترفيس كارد مش شرط تشوفه في كل المواقع، ليه؟ عشان احنا قلنا ان في كنترول كارد ممكن توصل عليه البي تي اس. طب هل الاي 1 بس؟ لا، في حاجه ثانيه اسمها الستيم، السنكروس ترانسبورت مديول، اللي هي بتنقل ايه؟ بتنقل حاجه اسمها ستيم كيبل اللي هو بيبقى جاي من الفايبر، ينفع يتنقل على المايكروويف، تمام؟ في انترفيس كارد تاني اللي هو بياخد حاجه اسمها الاوفر اي بي او الايثرنت، اللي هو بياخد بينقل داتا برضو، بس داتا الايه؟ داتا عاليه، يعني داتا سواء مساحتها عاليه او سرعتها عاليه. على فكره انا دايما اقول بي تي اس واي 1، بس المقصود بالبي تي اس هنا مش ال 2 جي فقط، يعني هو طبعا البي تي اس 2 جي والنود بي 3 جي والاي نود بي 4 جي، بس في الاخر هم يعني كلهم على بعض احنا بنقول عليهم حتى في المجال ايه؟ بي تي اس. خلاص فاعذروني اذا كنت بقول بي تي اس، لا هي مش المقصود بيها ال 2 جي فقط، هو انا اقصد بيها سواء 4 جي، في الاخر هي اللي المقصود بيها نقل الداتا. انت المايكرويف موجود عشان يخدم على مين؟ عشان يخدم على المنظومه الراديو اللي هي البي تي اس، اللي هي النوت بي، اللي هي الاي نوت بي. خلاص كده؟ طيب الرسمه الجميله دي تاخدها كده وتطبقها على اي نوع مايكرويف يقابلك، هتلاقي الدنيا زي الفل. طبقها على هواوي، على اريكسون، على زد تي اي بقى، على الكاتل، على الجن الازرق، هتطبقها على اي حاجه هتلاقي الدنيا ماشيه معاك تمام والدنيا زي الفل. حلو قوي، تعالوا ناخد حاجه بقى، ندخل بقى على الصور الجميله اللي بتوضح الدنيا. ادي الراو اهي، خلاص جايبها لك وهي يعني واصله على التاور فوق، زي ما قلت لك اسمها او الدور يونت او اوديو، اوديو او دي يو. ما تتخضش لما تلاقي اوديو او الدور يونت راو ار اي يو، تمام؟ كل ده في الاخر هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الجزء اللي فوق اللي بعد كده بيبقى خلي بالكوا هو مش لوحديه، بيبقى واصل معاه الدش انتن، نازل منه كابلين، تمام؟ هو حاطط ليه منظر كابلين؟ الكابل الاولاني الاي اف كيبل او الانترميديت فريكونسي كيبل، خلاص اللي احنا شرحناه. طب الكابل الظريف الثاني ده، ده بقى كابل من الكابلات المهمه اللي مع المايكروويف، وهو كابل الارضي الايرسنج.
الميكرويف من غير ارضي ممكن يسبب لك مشاكل رهيبه، لانه بيتعمل في ترددات عاليه، فانت لازم محتاج دايما ان انت توصله بسيستم ارضي عشان تامن شره، تامن تقلباته. في اعطال كتير على فكره بتتحل بمجرد ان انت ما تحط السيستم الارضي، يعني هو ممكن سيستم الارضي مش معمول كويس، او سيستم الارضي اتسرق زي ما انتوا عارفين ان هو بيتسرق، فمجرد ان انت ترجع سيستم الارض تلاقي كل الدنيا ظبطت والدنيا زي الفل.